الناس اللي بتنتقد في الامارات، اخواننا الحديث بيقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ونحن والله كناس سودانيين فينا طبيعه وفينا شهامه انه ما بناكل وبننوم بحق زول الله، والامارات اللي قدمته لنا ما شويه، عشان كده والله نحن بنشكرها، بنشكر شعبها وبنشكر رؤسائها. رسلت لي 25 مليون درهم اماراتي، تعرفين المبلغ ده قدر شنو؟ دي رسلت لي 4 طائرات مليانه قشط خيام وكل ودواء، الطائره الواحده قال لك فيها 10,000 خيمه، دي مش تسكن المناقل، دي تسكن ناس القبه والدويم وناس كوستي والجمالاب وناس مدني. وبرضو بتزعلوني بنشكر الامارات شنو؟ لما الناس بقت بتبكي من السيل وما لاقي حاجه تسد بيها جوعها ولا حاجه تضاريها، جد دعم الاماراتي من يوم ما عارفين. ولما رجال الاعمال ما قدروا يقدموا لنا حاجه يا اخواننا، الناس بقت تجلب من المويه، الزول بقى يقع جنبك ولا بتلتفت له، ماله بردان وجعان وكل المصايف فوقه، يعيش كيف ذا؟ ناس الخرطوم المويه انتهت منهم، طب ديل قالوا ما لاقينه بتمرون زاده، اهن الناس ظنقل المكسر شايل الاعمال. يا اخواننا المطر السنة دي ما مطر عادي، ما زيه زي اي مطر بنشوفه، المطر السنة دي غضب من ربنا ساي، عشان كده يا اخواننا السودانيين والسودانيات نحن نشيل العنصرية دي بره قلوبنا ساي ونشكر الامارات، والله غيرها ما كنا عارفين نمشي وين ولا عارفين نقبل وين. وانا قبل ما اشكر الرئيس والامارات بقول يا اخي ربنا يجازيكم من المناقل اللي اخر الجزيرة مداد عشان السيل ونقص نسبة التعداد، الخبر المؤكد في المواقع ساد قالوا الدول دعمت لكن ما زي دعم الامارات.